في الدقيقة 36 أو دقيقة 36 مرة بنلعب في الدقيقة 37 كرة ملعوبة هدف ثالث وجول جول 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 عرضية على الأيم البعيد مع تيل على الأيم البعيد هاني يردها هي دي الأسيست ده هو الجول يحطها على طول اتخض كده الحارس أحمد عبد الراضي يا دوبك معرفش يمسك الكورة هربت منه ومرت إلى داخل الشباك عشان لاعب قلب الدفاع محمد نجيب